خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في الفيديوهات الاخرين اللي وليت كندير يعني على شحال يخصك ديال الفلوس، ولا شحال تقدر تخسر يعني في الشهر، ولا فاش يلا تجي للصين. بالنسبه لليوم بغيت ندوي على شحال تقدر تدخل، يعني لوبوزيت ديال انك يعني شحال تقدر تخسر، يعني شحال تقدر تدخل. شحال كتقدر تدخل يعني على حساب، يعني انا نعطيكم اليوم تقريبا بعض اشكال ديال لي بار تايم اللي كاينين في الصين، هما راه كتار بزاف بزاف، ولكن انا نحاول يعني نهضر على شي وحدين. تقريبا عندي هنا واحد جوج ثلاثة ستة تقريبا واحد العشرة تقريبا بحال هكا، واحد العشرة ديال الاشكال ديال لي بار تايم اللي تقدر ديرهم، ونشوفوا تقريبا شحال تقدر يعني تدخل منهم، سواء بالنسبة للحصة او لا بالنسبة للساعة او لا بالنسبة للشهر. حاجة اخرى، كيف ما كنعرفوا بالنسبة للصين، يعني بالنسبة الى كنت يعني ما كانش عندك يعني فيزا ترافاي، ولا ما كانش عندك زيد فيزا ولا شي حاجة، ما تقدرش تخدم. يعني الا كنتي كطالب يعني ما تقدرش تخدم يعني في حاجه اللي هي ليغال، يعني لا تخدم شي حاجه اللي في النوار ولا اللي كتسمى الليغال. بالنسبه اخوتي لهذا، بالنسبه للحوايج اللي بغيت نهضر عليهم، نبداو باول حاجه اللي كيعرف بزاف ديال الطلبه اللي كيديروها بزاف، يعني التيتشين. بالنسبه للتيتشين كاينين بزاف ديال الاشكال، يعني سواء تقري يعني اللغه الانجليزيه او لا تقري لونجلي، يعني الانجليزيه لونجلي، ولا تقري الفرنسي ولا العربيه، هي على حسب. الاختلاف اللي كاين هو الاختلاف يعني من مدينه لمدينه، يعني كل ما كانت المدينه كبيره وهذا، كل ما كيكون يعني الصالير اللي هو طالع. ولكن ما تنساش راه كل ما كتكون المدينه كبيره، كل ما كيكونوا فيها عاوتاني اللي نيتيف سبيكر كثار بزاف، وكل ما كتكون المنافسه كبيره، يعني صعيب باش تلقى يعني خدمه يعني او لا بارت تايم بين قوسين. وكل ما كتكون المدينه مويان ولا صغيره، وكل ما كيكون عاوتاني الفرص عاوتاني كثار، وكيكون يعني المنافسه كتكون قل، الصالير كيكون عاوتاني قل شويه. يعني الا جينا درناها بواحد العمليه حسابيه، بالنسبه نعطيكم مثال ديال اللغه الانجليزيه، تقريبا تقدر تقري يعني في مدينه كبيره، يعني تقدر تقري يعني بواحد 400 ولا 500 ريمين بي، يعني تقريبا الحصه وحده ديال ساعه، يعني في مدينه كبيره تقريبا بالدرهم واحد 700-750 درهم للساعه. بالنسبه للمدن اللي هي صغيره ولا متوسطه، تقدر تقري غير ب 200 ريمين بي، يعني واحد تقريبا واحد 300 درهم مغربيه. يعني انا المهم كيف ما كنقول لكم ديما، غادي نحط الا حطيت هنايا راه نقدر نحط فيه يعني الاثمنه يعني بالريمين بي وبالدرهم، باش يعني الناس تكون عندهم واحد الفكره. بالنسبه لهذا، بالنسبه للغه الفرنسيه كتكون يعني قل في الثمن شويه على الانجليزيه، وكتكون يعني نفس الشيء بالنسبه للاسبانيه او للعربيه. بالنسبه للعربيه صعيب صعيب بزاف انك يعني باش تلقى يعني باش تلقى يعني كيفاش انك يعني تقريها. هاد كي اللي كيتواصل معايا يعني كيقول لي بغيت نقري العربيه ولا شي حاجه، ما يعني ما جي من المغرب حتى لشينوا باش تقري العربيه، يعني في شي الا ما كانش عندك شي ستاتيو ديال استاذ جامعي باش تقري في جامعه كبيره ولا شي حاجه، يعني غادي تجي تضيع الوقت ديالك. حاجه ثانيه اللي كنفهمها، انك يعني الا كنت غادي تجي باش تقري العربيه ولا باش الفرنسي، يعني اوتوماتيكمون كتكون عندك يعني بين بان لونغلي عندك راه ما عندكش لونغلي، وبين راه ما عندكش الشينويه. الحاجه الاخرى اللي مهمه بالنسبه لهذا، بالنسبه للتيتشين، كاين التيتشين عاوتاني اونلاين. بالنسبه للتيتشين اونلاين كاين بزاف ديال الشباب اللي ما كيعرفوش، كاين بزاف ديال الشباب كيديروا التيتشين اونلاين ديال لونغلي، يعني سواء لونغلي سواء الفرونسي نيت ولا السبليونيه، كاين بزاف ديال المواقع اللي حتى هما كيعطيو. بالنسبه للتيتشين اونلاين راه قانوني، يعني ما فيهش الاشكال، يعني ما كاينش لاش الواحد يعني انه يخاف منه. بالنسبه للتيتشين انا نقول لك، بالنسبه للتيتشين حاول انك يعني ما تمشيش لشي مدرسه اللي هي كبيره ولا شي حاجه اللي عاطيه العين ولا معروفه، تقدر تمشي غير هذوك لي سونتر الصغار اللي كيكونوا يعني، او لا تقدر دير لهم تيتشين. لهم تيتشين راه ما كاينش اللي يقدر يعني يوقفك ولا شي حاجه، يعني سيرتو انك الا كان عندك غير فهمتي كتمشي عند شي فامي لدارهم ولا شي حاجه باش تقري ليهم ولدهم سواء لونجلي ولا الفرونسي ولا شي حاجه، راه ما كاينش، راه قانونيه ما كاينش الاشكال. اللي ماشي قانونيه هو انك تمشي يعني بحال البريمير ولا فلاكريش ولا شي حاجه، شي بلاصه اللي هي معروفه وكبيره، يعني تما تقدر فهمتي تكون يعني خصك تكون رد البال حيت ماشي قانونيه. بالنسبه من غير تيتشين اونلاين، كاين تيتشين ديال كاينين الناس اللي كيقريو الماط، كاين اللي كيقري الفيزيك. المهم هادو الناس يعني المغاربه راه قليل اللي كيدير هادشي، المهم حتى هادشي راه كاين يعني قليل كاين وموجود، ولكن يعني بالنسبه يعني كاين دول اخرى اللي كيديروه. بالنسبه لهذا، بالنسبه شحال كتاخذ يعني فيه، بالنسبه للتيتشين اونلاين في الغالب حتى هو راه كاين تقريبا حتى 300 كوا، يعني واحد 450 درهم، يعني على حسب يعني شنو غادي تقري. بالنسبه للماط والفيزيك راه شويه اقل، ما بين 100-150 كوا، يعني على حسب يعني ديما كتشوف يعني ديك المعادله ديال ان هذاك اللي غادي يقرا عندك واش بغيتي، يعني الا كنتي تضرب معاه حصص كثار يعني راه كتنزل شويه من الثمن باش يبقى معاك باش يسير معاك، سينو الا كان فهمتي غير مده قصيره راه كتطلع حتى انت الثمن ديالك.
بالنسبه لحاجه اخرى من النصيحه اللي نعطيكم انا بالنسبه للي بارت تايم يعني اللي كيديروا اللي بغيتي دير في التيتشين، ديما فالوريزي راسك، ديما عطي القيمه لراسك، ما تخليهمش انهم يعني سوا يستغلوك ولا شي حاجه، راك عارف بلا ما ندخل في الديتاي بزاف. يعني ديما واخا ما عندكش اكسبيريونس قول انك عندك الاكسبيريونس، ديما قول انك عندك عامين 3 سنين ديال الاكسبيريونس. وملي كنقول انك تقول عامين 3 سنين ديال الاكسبيريونس ماشي انك يعني ما عمرك قريتي وغتمشي حتى تما وكتقول ودير في راسك بانك غادي تمشي غادي دير ديك البارت تايم باش انك يعني تاخذ معهم الاكسبيريونس، هذه لا. دخل اخويا ولا اختي دخل اليوتيوب، كاينين بزاف ديال الفيديوهات، كاينين الناس كيفاش كيقريو، خذوا من التجربه ديالهم، تقدر تبراتيكي غير مع راسك. بريباري لي فلاش كارد ديالك، بريباري الكونتوني ديالك، بريباري بي بي تي ديالك، بريباري الموسيقى ديالك، داكشي باش تسميتو عندك ساعه خصك تصايب واحد السيناريو بيداغوجيك ديال ساعه، فهمتي، باش يكون داكشي على حقو وطريقو باش تبان انك بروفيسيونيل. وبزاف ديال لي زيكول راه كيطلبوا سميتو واحد ديمو ولا فيديو ولا شي حاجه، انا في الغالب يعني كنصحكم ما تصيفطوش ليهم، قول لهم مشي لتما ليكول ولا سميتو وعطيهم فهمتي ديك الديمونستراسيون اللي بغيتي دير لهم. حوايج اخرين اللي نهضروا عليهم، كاينين الناس اللي كيديروا هادشي ديال يعني كيديروا دي موديل، يعني كيبغي يديروا بحال شي موديل ولا شي حاجه ولا الموديلين، هذا حتى هو فيه الفلوس على حساب يعني كل مدينه، كل ما كتكون المدينه كبيره كل ما كيكون فلوس كثار، كاين اللي كياخذ يعني حتى 800 1200، كاين اللي كيوصل حتى 2000 في بعض الجنسيات ولا شنو، ولكن على حساب يعني الشكل يعني ديال الموديلين اللي داير، على حساب يعني الماركة، على حساب المدينه. كاين اللي قل كاع تقدر توصل ل 500 600 بالنسبه كنقول لك سوا الحصه سوا الساعه، يعني على حساب هما يعني شحال باغيين، كاين اللي بغاوك يومين انت اصلا كتحدد معاهم، يعني حتى هادشي راه تقريبا فيه الفلوس. وحاجه اخرى الا كنت كنقول لك هادشي يعني ماشي كنقول لك انك غادي تخلي الدراسه ديالك ولا شي حاجه، هادشي راه كديروا يعني في البارت تايم، راه الا درتي غير في السبت والحد راه فهمتي راه يعني راه يعني مسلك راه مزيانه. نعطيكم غير على سبيل المثال الا كنتي غير في حال في تيتشين يعني غير في مدينه يعني موين ولا صغيره، هانتوما عاوتاني نكتب هنايا الا كانت مدينه صغيره ولا موين، نقول حنا كتقري السبت كتقري 4 السوايع والحد كتقري 4 السوايع. شوف ليا هنايا 4 السوايع في السبت و 4 السوايع في الحد، في مدينه صغيره كتقرب 200 بشحال غتطلع لك في يومين، وشحال غتطلع لك في الشهر، راه كلها غادي تكون هنايا غادي نحطها لكم. الا قلنا 200 200 في السبت مضروبه في 4 السوايع هي شحال، هي 800 ريمينبي، 800 ريمينبي مضروبه في جوج حيت السبت والحد هي 1600 ريمينبي، 1600 ريمينبي مضروبه في 4 هي 4 السيمانات هي شحال. المهم هانتوما هادشي كامل غادي يكون هنايا، يعني داكشي كامل يعني سواء بالعمله الصينيه او لا بالعمله ديال هذا ديال المغرب. بالنسبه للحوايج الاخرين اللي كيديرهم الشباب والله يعفو عليهم، كاين اللي كيخدم في لي بواط، يعني كاين اللي كيخدم في لي بواط، حاجه اللي فهمتي اللي بزاف ديال الشباب كيديروها، الله يعفو عليهم والله يجيب لهم يعني ما احسن. يعني حتى الخدمه في لي بواط كاينه، بالنسبه يعني الاصدقاء اللي سولتهم يعني شحال تقريبا كيدخلوا، كاين اللي كيبدا ب 3000، كاين 4000، كاين 5000، 6000، 7000، 8000، يعني على حسب كل واحد. يعني هادشي راه بتسول بالنسبه للدراري ولا البنات، راه فهمتي راه بجوج ممكن تطابق عليهم ماشي غير فهمتي. يعني 3000 ريمينبي هي 4500 درهم غير هو. انا نقول لك الاشكال اللي كان انك يعني ما غاديش يعني في الغالب يعني الاصدقاء اللي سولت كتخدم بالليل، كتخدم من 10 الليل حتى 2 الليل، كاين اللي كيخدم حتى 2 ونص، كاين اللي كيخدم 9 د 11، يعني هذا المهم كل واحد وكيفاش كيخدم. المهم هي راه فيها فلوس، ولكن راه كيف ما كنقولوا بين قوسين دوك الفلوس شويه خصك يعني ما كنصحش بها الشباب. كاين اللي كيديروا كوتش ديال الكره، كوتش ديال الكيك بوكسين، كوتش ديال هذا يعني في ديال الفيتنس، يعني كاينين بزاف ديال لي كوتش، كاينين بزاف ديال الدراري كيديروا فهمتي كوتش. نعطيكم الاكسبيريونس ديال الكوتش ديال الكره، يعني في الحصه تقدر تاخذ ما بين 300 400 حتى 500 ريال، كيف ما كنقول لكم على حسب المدينه، يعني بالنسبه للحصه كتكون فيها ساعه ولا ساعه ونص على حسب، يعني الا كانت عندك حصه ديال ساعه ونص في الغالب يعني غتاخذ عليها واحد 300 350 400 بالنسبه للمدينه بحال اللي انا فيها، تقريبا واحد 600 درهم مغربيه بحال هكاك، يعني 500 550 600 درهم مغربيه بالنسبه للحصه ديال ساعه ونص. شوف انت شحال عندك ديال الحصص، الا عندك في يعني جوج حصص في النهار ولا عندك، يعني شوف انت شحال عندك، شحال تقدر تخدم، شحال تقدر تخرج منها في الشهر. بالنسبه لهذا، بالنسبه لكاينين اللي كيخدموا بحال دي سيرفور سوا في لي بواط سوا في كاين اللي كيشطحوا، كاين اللي كيشطحوا كنت كنعرفهم، يعني منهم غربانيت يعني ما فهمتش حاجه اللي قالوها ليا، وكاين اللي كيخدموا في ليكي تي في وهادي حتى هما راه فهمتي. المهم انا هادشي راه ماشي كنقول لك يعني باش تمشي دير ولا شي حاجه، كنقول لك انا اشنو كاين، يعني كاين الناس اللي ما عندهاش المشكل، كاين اللي تقدر يعني كاين اللي عايشه في شي سيتوياسيون اللي خايبه بزاف وتقول لك ما عندهاش المشكل، تبغي تجي لهنايا فهمتي وتبغي دير هادشي،
يعني هادشي هذا المهم كنعطيك اشنو كاين انا هنايا. وديك الساعه انت فهمتي راه كل واحد اي واحد راه فيه 18 عام راه صافي راه كيولي مسؤول على راسو، كيعرف اش كيدير، كيعرف اش الحلال وبين الحرام وبين، يعني كل واحد فهمتي عارف اشنو اشنو اللي مزيان واشنو الخايب. كاين اللي كيخدموا في تراديكسيون، في تراديكسيون في الغالب يعني يعني كنترجم يعني بحال سميتو لونغلي الشينويه، شينويه لونغلي، فرونسي اونغلي شينويه، المهم بحال هكا. حتى هي راه فيها فهمتي واحد البركه مزيانه، يعني تقريبا تقدر تترجم يعني على حسب. الا كانت انا نقول لك الا كان شي اجتماع ولا شي حاجه ترجم، سول على شحال ديال السوايع غادي يجلسوا، ساعه ساعه ساعتين، ما تخدمش بحال استاذ ديال الانجليزيه حسبها يعني بان افير هذيك لافير ديالاش اشنو باغين اشنو هما الاجتماع علاش غادي يدور، حيت انك غادي دير ترجمه ديال واحد الحاجه اللي هي فهمتي متعلقه بواحد الدومين، دونك راه خصك تكون ميتريزي داك الدومين، ميتريزي دوك المصطلحات، وميتريزي حتى دوك اللغات يعني اللي غتكلم بهم ولا ترجم بهم، سواء من اللغه لهاد اللغه لهاد اللغه، وحتى هي راه فيها البركه. كاين عاوتاني الناس اخرى اللي كيديروا يعني مقدمين، يعني مقدمين في يعني في بعض الحفلات، يعني كيدير هذا يعني سواء في الجامعات سواء في لي زيفينمون سواء في لي زيفنت اللي كيكونوا يعني كيف ما بغا يكونوا، سواء سميتو لي زيفينمون سبورتيف اولا لي زيفينمون اللي كيكونوا يعني في الا مشيتو لي مول، هذه خاصه الا بغيتو تعرفوهم راه كتلقاوهم بزاف، يعني الناس اللي كينعسوا، تحيه للناس اللي كينعسوا نهار الاحد في الصباح ولا السبت في الصباح، يعني ديال السبت في الصباح راه عارفين علاش. بالنسبه لسميتو هذوك لي زيفينمون كيكونوا السبت الصباح بكري ولا حد الصباح بكري، كيكونوا في لي مول الكبار. الا مشيتي لتما كتلقى يعني واحد ديني بحال الايفينمون كيبغيو يديروا الاشهار لشي حاجه، كتلقى اجنبي داير سميتو داير مقدم تما، داير مقدم راه ماشي دايرها فابور ولا شي حاجه ولا في لوجه الله، كيكونوا فيهم دي كادو، كيكونوا فيهم فلوس، يعني تما كتكون تقريبا واحد 500 كويت تقريبا ما بين واحد 750 درهم تقريبا مغربيه. بالنسبه كل ما كيكون ايفينمون اللي هو فهمتي كبر، وكل ما كيكون يعني الثمن زيد بارفوا كيكون عن المهم من التجربه ديالي كي بارفوا كيعيطوا لك دير سميتو غادي دير مقدم شي ايفينمون ولا شي حاجه، يعني سواء بلونغلي ولا بشينويه، يعني كيخلصوا عليك تقدر تكون يومين ولا شي حاجه، كيخلصوا عليك لوطيل، كيخلصوا عليك الماكله ديالك، كيخلصوا عليك ترونسبور ديالك، وكتاخذ واحد البركه يعني تقريبا الا كانت في مدينه اخرى راه كتاخذ تقريبا واحد 1000 ريمي في النهار ديالك، يعني واحد 2000 ريمي بواحد 3000 درهم بحال هكا، يعني الا كانت في واحد الويكاند بحال هكا راه شي حاجه اللي مزيانه. كاين حوايج اخرين عاوتاني اللي كنهضروا عليهم هو سميتو هما الافلام، يعني الافلام ولا لي سيري بحال هكا ولا يعني لي دوكيمونتير، حتى هما راه فيهم شويه ديال الصرف يعني باش يتحرك الواحد ديما شوف يعني على حسب يعني شحال لا ديري شحال اشنو خصك دير بارفوا. بالنسبه للدور اللي كتكون يعني من نص ساعه حتى 40 دقيقه حتى لساعه تقدر تاخذ في واحد 300 ريمين بيت تقريبا واحد 450 درهم، هادشي كنقول لكم بالنسبه للمدينه يعني المتوسطه ولا المدينه اللي صغيره في المدن الكبار، تقدر تاخذ غير في سميتو في لقطه وحده تقدر تاخذ فيها 300 ريمين بيت تقريبا واحد 1200 درهم. بالنسبه الى كان فيلم ولا شي حاجه راه تقدر تعاوتاني تاخذ اكثر، يعني على حسب شوف انت كل ما كيكون لا ديرو اللي غادي تكون طويله كل ما كيكون الثمن عاوتاني غادي كينقص شويه، ولكن كتكون يعني كتعرف بانه كاين واحد الاستمراريه يعني داخلك واحد واحد لاصوم ديال الفلوس. وهذا الشيء كامل اخوتي ولا خواتاتي الا كنت كنقولوا، حيت كاين يعني اللي كينتقدوا يعني من اجل الانتقاد، ماشي كنقول لك يعني انك الا جيتي من النهار الاول غادي دير هذا الشيء اولا صيفطي لي راه غادي نقول لك فوالا ها انت غنهزك ونحطك هنا، لا ماشي بحال هكا كتخدم القضيه. خصك ملي تجي اخويا بعدا فهمتي خصك تطور اخويا اللغه الانجليزيه ديالك، خصك تطور اخويا اللغه الصينيه ديالك، كانت عندك اللغه الصينيه اخويا راه دير اي حاجه بغيتي كيف ما كنقول ديما في الفيديوهات، ماشي غير في الصين في اي دوله مشيتي لها خصك تكون يعني كتميتريزي اللغه ديال داك البلد، بارفو ما تكونش كتميتريزي داك اللغه ديال داك البلد، ولكن خصو يكون عندك يعني صحاب، يعني يكون عندك صحاب ماشي اي صاحب، ماشي دوك الاجانب فهمتي الصحاب ديال سميتو ديال تضييع الوقت، يعني يكون عندك صحاب ديال ولاد البلاد هما اللي يقدروا ينفعوك، وكيكونوا يعني ولاد البلاد عاوتاني ماشي اي واحد، يعني اللي كيكون يعني عندهم يعني معارف ويقدر يعاونوك ويقدروا فهمتي بزاف ديال الحوايج اللي يعني كيف ما كنقولوا حنايا، انا نقول لك شنو هو الا ما كانش ما كيشموش فيك تما المرقه راه ما غاديش تمشي تصاحب معاك، يعني وين وين خصك تمشي تعطي وتاخذ، هذه هي الحياه كيفاش دايره، الا ما كنتيش كتعطي باش تاخذ راه ما غاديش تمشي دير حتى حاجه يعني في الحياه ديالك. المهم هادو غير يعني بعض لي بار تايم اللي هما قلال اللي قلتهم، كاينين بزاف ما يدار كيف ما كنقول لكم في شنو فيها بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ديرهم، يعني ان شاء الله الا كان عندكم اي سؤال ولا شي حاجه فهمتي بغيتو يعني الاستفسار ديالها تخليوها لي غير في التعليقات، يعني بلا ما تصيفط ليا فهمتي في البريفيو ولا شي حاجه صيفط لي غير في التعليقات راه كنجاوب على التعليقات ديالكم كامله، وكندير قلب اي تعليق راه جاوبت عليه. وشكرا بزاف، ما تنساش اخويا ولا اختي باش يطلع هذا الفيديو هذا عند الاشخاص الاخرين، يعني ديروا لايك للفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.